لقد طال الدمار مدارس ريف حما بشكل كبير بفعل الحرب الدائرة، مما هدد مستقبل جيل كامل بالضياع. عشرات المدارس دمرت ولم يبقى منها سوى بعض الأثاث المكسر ولوحات لأسمائها. طبعا لدينا مجموعة من النقاط نتمنى أن تنتشر للرأي العام العالمي وليس الداخلي فقط. لدينا العديد من المدارس حاليا مهددة بالتوقف لعدم وجود رواتب معلمين، هذه نقطة هامة جدا. النقطة الثانية الكتب، حتى الآن لم يصلنا أي كتاب من أي جهة. هناك مأساة بالنسبة لوضع الطلاب خصوصا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، صف أول ثاني ثالث رابع، هذا لا يستطيع التحرك بلا كتاب. أيضا ينقصنا معدات كثيرة للمدارس من طاولات وكراسي، حتى مقاعد في بعض المدارس ممكن تظهر مقاعد أرضية على الحصر ضمن المخيمات والخيام. موضوع آخر وهام جدا، دخل الشتاء، مواد تدفئة، معدات تدفئة لا يوجد. أيضا لنجاح العملية التعليمية نحتاج لسجلات مدرسية، كافة مدارسنا لا يوجد فيها حتى الآن أي سجل مدرسي للتوثيق، بالإضافة للوضع المأساوي بريف حما الشرقي حاليا، بعض المدارس توقفت بشكل دائم وبعضها الآخر مؤقت وبعضها هدم. نرجو من الجهات الداعمة التوجه بأقصى سرعة لتلافي هذه الأخطار. تبدلت خارطة التعليم في سوريا خلال السنوات الماضية، فما كان من إقبال على المدارس ولهفة الأهالي على تعليم أطفالهم سابقا تبدد اليوم وتراجع وانتهى في بعض المناطق. فقد بات حوالي 3 ملايين طفل سوري بحاجة ماسة إلى التعليم وفق تقديرات منظمة يونيسف. كان قطاع التعليم هو أكثر القطاعات تأثراً بظروف الحرب في سوريا وفي حما بطبيعة الحال، فقد بلغت نسبة الضرر في المؤسسات التعليمية 80% من مدارس الريف، مما دفع معظم الأهالي للتوقف عن إرسال أبنائهم للمدارس خوفاً على حياتهم. أيضاً بالنسبة للمدارس، لدينا نسبة كبيرة جداً من المدارس المدمرة، لدينا مدارس منهوبة، أيضاً لدينا مدارس مدمرة بشكل جزئي تحتاج إلى متابعة لإعادة تهيئتها وافتتاحها من جديد. مقتنيات المدارس ردمت بشكل كامل تحت الركام، ولم يبقى سوى الأطلال شاهداً على حجم الدمار الذي دثر تحته الكثير من الأحلام. هذا هو حال التعليم والمدارس في الريف الحموي بعد 7 سنوات من الحرب، مدارس مدمرة أصبحت خاوية من طلابها. وما زاد المشكلة تعقيدا هو انقطاع رواتب المدرسين، مما اضطرهم لهجر قطاع التعليم والبحث عن عمل جديد يؤمن لهم متطلبات الحياة في ظل غلاء غير مسبوق. طبعا صعوبات كثيرة يعانيها التعليم على مستوى المحافظة، من غياب الدعم المالي وغياب الأجور والرواتب عن معظم المعلمين المتواجدين، وغياب كل وسائل الدعم لتلك المدارس العاملة. لدينا قرابة 12,000 طالب متواجد في الريف الحموي يتعلمون، ولكن ضمن ظروف صعبة. نعاني من كافة من صعوبات في كافة المستويات، من إيصال المعلومات وغياب الوسائل التعليمية وغياب وسائل تدفئة للطلاب وغياب الفطاسية والسجلات المدرسية عن تلك المدارس. فنسبة الكوادر التعليمية التي هاجرت وفرت بأرواحها طلباً للأمان تتجاوز 75%، وإحياء العملية التربوية بحاجة للكوادر التعليمية والمكان الآمن لكي يتم البدء بإعادة ترميم القطاع التعليمي. السنة الماضية كان شيخون ورجعنا بلدنا، لأن بلدنا ما ضل في قصف وشمال، يعني محل ما كنا قاعدين في قصف، رجعنا هون في مرحلة التعليم. بات طلاب هذا الريف بين طرقات وعرة وركام منازل مهدمة، وعلى أنقاض ما تبقى من هياكل لمدن وأحياء يسيرون كل صباح إلى أقبية وخيم من أجل التعلم. حرمتهم ظروف الصراع ارتياد المدارس الطبيعية والتي تحولت إلى ركام نتيجة الخراب الذي لحق بها
فخرج القسم الأكبر منها عن الخدمة. لكن رغم تلك الظروف ظهرت بوادر من بعض المدرسين لإنقاذ العملية التربوية كمحاولة منهم لإعطاء منهاج مبسط لمن تبقى من الطلاب ضمن تجهيزات بسيطة.